ايه الاخبار جماعه؟ طبعا كلنا شفنا ترند الشوكولاته بتاعت دبي اللي مكسر الدنيا في العالم كله، وطبعا الترند ده انتشر جدا عندنا في مصر وفي كل الدول العربيه. لكن طبعا الشوكولاته دي سعرها غالي جدا، وسعر الشوكولاته الواحده دي يا جماعه اكتر من 900 جنيه. انتوا متخيلين؟ مروان وسهر بقى عملوها في البيت بنفس الطعم والشكل بالظبط، بامكانيات سهله جدا زي ما انتوا شايفين كده. فانا طبعا وانتوا هنجربها واخيرا نشوف طعمها عامل ازاي وليه الضجه دي معموله عشانها. اول حاجه اجيب بوتاجاز. طبعا الشوكولاته دي محشيه كنافه بالبستاشيو، يعني كنافه بصوص الفستق. فدلوقتي هنعمل الكنافه والفستق على النار. اول حاجه طبعا المفروض بنحط سمنه، بس انا ما عنديش السمنه البخاخ اللي هو بديل السمنه. بعد كده هنجيب اي نوع كنافه وننزل بيها على الكلام ده. هموت واشوفها هتطلع معايا عامله ازاي يا جماعه. نقلبها بقى كويس، هي كده بالنسبه لي تمام قوي. بعد كده بقى هنجيب اي نوع صوص، زبده فستق او فستق سبريد او اي حاجه على الكنافه. ابتدي بقى اقلبهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اعجنها بايدي كده احسن، عشان حسيت ان هي اصلا مليانه بيستاشي بس ما جاتش مختلطه كويس. طيب دلوقتي بقى اشيل دول على جنب، وهبتدي بقى ان انا اسيح الشوكولاته. هسيح واحده شوكولاته غامقه وواحده وايت شوكليت، هسيحها وارجع. طيب دلوقتي سيحت الشوكولاته، هجيب بقى اول قالب معايا. بصوا يا جماعه انا نزلت اتمرمطت على ما لقيت القوالب دي والله. هجيب بقى اللون الجولد ده، اعمل مثلا كده، وابتدي بقى ان انا اعمل كده مثلا اهي زي ما انتم شايفين. بعد كده اجيب اللون الاخضر ده. بعد كده بقى ابتدي ادهن القالب شوكولاته باول طبقه، ادخلها التلاجة 5 دقايق تجمد عشان احط عليها بقيه الحاجات. دلوقتي بقى ابتدي ارص جواها الكنافه اللي بالبيستاشيو. انا مستمتع قوي يا جماعه وانا بعملها، مش عارف ليه. بعد كده بقى هنزل بباقي الشوكولاته عليها علشان نغطيها من فوق. طيب هو الى حد ما ده شكلها يا جماعه، فانا هدخلها التلاجة دلوقتي لغايه ما اعمل الثانيه. سيحتها. وتاني قالب هو قالب يعني كلاشيه جدا مع شكل قلوب كده، بالنسبه لي تحفه. دلوقتي ادخل الفريزر 10 دقائق، طلعتها. ابتدي بقى نحشيها الكنافه بالبيستاشيو، وده شكلها زي ما انتم شايفين. ادخلها الثلاجه هي كمان، واخيرا طلعتهم يا جماعه. وعلى راي سهر اللحظه الحاسمه هتكون دلوقتي. طبعا انتوا هتشوفوها قبليه، انا هغمي عيني مش عارف هتبقى عامله ازاي، بس اتمنى يطلع شكلها حلو. هشوفها في الاخر. بسم الله. ايه ده؟ اوف. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ دي مش شوكولاته، دي لوحه فنيه. اوف. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طيب يا جماعه دي تاني واحده. طبعا هنا هي اتكسرت، معرفش البيستاشيو بقى هو اللي باين، بس بصوا عامله ازاي. شكلها مرعب يا جماعه. انا هموت 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 وادقهم. خلينا نقول بسم الله ونكسر اول واحده ونشوفها من جوه عامله ازاي. بسم الله. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعة. بسم الله. الله الله، أكيد طعمها حلو، أكيد طعمها حلو، يعني أكيد بعد كل ده 100% طعمها هيبقى حلو. الكنافة مقرمشة كده يا جماعة طعمها. واو. عاجز عن الكلام والله العظيم، عاجز عن الكلام. دي اللي في ايدي دي تكاد تكون احلى شوكولاته اكلتها في حياتي. زي ما انتم شفتوا يا جماعه طعمها جامد جدا، لازم تجربوها. والناس اللي ما عندهاش صوص البيستاشيو الاخضر ده ممكن تبدلوه بكراميل صوص او تشوكليت صوص سبريد او اي شوكولاته او اي كراميل، هتطلع معاكم بنفس الطعم بالظبط. جربوها، الترند ده فعلا رهيب، يستاهل الضجه اللي معمول عليه. ما تنساش اعمل لايك وشير وانشر لصاحبك اللي هتجرب الشوكولاته الجامده دي معايا. اي خدمه.